السلام عليكم، انا مع الاب وهذا اللي راه سيليان انكاسي. فوالا اللي جاز عليه كلاك. روح ولا غير بالعقل. بعد ما فكيناها كامل، الحاجة الأولى راح نحو كونكتو دو باتخي. نحو كونكتو تاع لافيشر. Voilà.
راح نشوف يعني الهاتف تاعي لا يشتغل. والله نعم علي هاتف
Air France Pro. يعني لا توجد لنا يعني الموند باس يعني في يعني الموند باس يعني هنا يكون مشكل يعني باش نسيوه، ولكن انا راح نمنط الشاشة ومن بعد يبان. يعني ما نصيبوش في الاسواق احنا، يعني لاكوك هذه يعني ما عندناش في السوق غير متوفرة، على هذه رايحين نحرقوا هذه يعني من بعد تحكم الله في شو رايحة تحكم ان شاء الله، ورايحة يعني ما تبقاش هكذا.
اليوم راح نستعملوا قلم الغراء الداخلية، يعني لازم راح نديروا غراء داخلية، يعني هنشوفوا لكم كيفاش راهي. نديروا لونتو الشوك هذا، يعني الشوك يعني هذا ما يدش فيه. لا يعني كما كان في الأول الأفضل. يعني التفليفة الأولى يعني راح نديرو كامل، يعني اللصقة يعني الطرف في الطرف باش نحطو ما فيه الشغل تاعنا. يعني على حسب الخبرة تاعي انا متكفينش يعني باش يعني راح يحكم لي الله في شرف لاكوك هذه اللي راهي كاسيو ما صبناهاش ومولاي يعني حاب يخدمو، يلزمنا نديرو لصق على داخل اللي ما تحبوهاش نتوما فوالا، نديرو دي بوا باش تتلم، يعني لاكوك هذه راح تبريسا مع لافيشو، يعني هذا هو الحل تاعها. ما عندناش لاكوك، كان عندنا لاكوك ما نديروش لصقة هذه، دونك كي ما عندناش لاكوك هذه هذا هو الحل تاعها، وشنو ما نكثروش يعني وين تقدر تعاوننا فوالا، باش لاكوك هذي راح تبريسا مع لافيشور باش راح تحكملو مليح، ما يكونش فيها تحرك او اهتزاز باش يعني باش ما يوقعلوش مشكل يعني في الشاشة او غير ذلك، يعني بعض النقط فقط. نحطو الشاشة تاعنا ونطيوها غير بالعقل. هكذا نقدر نحكم حتى بلي بانس او لي زاستيك، عندنا لا تشتعل الفوليوم هذي ما تهمش كيف كيما لقيناش. من بعد نعاودوها عندنا لا باتخي، نحطو لا باتخي كيما يحب الحل. عندنا الغسيل وعندنا غسيل غسيل آخر، يعني هذا الله أعلم يعني كانوا
réfléchir à ce qu'on a. Je dois venir. C'est l'arc carré, l'arc carré. Les vestiges des caméras, et bien sûr. J'ai fait des choses là, sinon je vais démonter là et démonter là. Non, tu m'entends là. Voilà. يعني الدرون كليفيس راح نمنطوه يدويا. يعني كليفيس دونك رايحين نمنطيهم يدويا. حنا نشعلو. نمنطيوه يعني يدويا. ونزل متهيناش هنعمل الموضوع.